بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أحييكم بها، وأنتم تشاهدون حلقة جديدة من برنامج كيف نرسم ونلون. أصدقائي، في هذه الحلقة نتعلم سوية طريقة رسم أشجار النخيل بطريقة سهلة وسريعة، فوقتا ممتعا أتمناه لكم في حلقة اليوم. النخيل يتطلب من الرسام انه ما يستخدم المسطرة. راح نبدي بالمنظور، نرسم الشجرة الاولى تقريبا. المنظور ما يصير هاي الصورة. الشجرة الثانية الشجرة الثالثة نفس المسافة. راح نبدي نقسم جزء النخلة. هاي التقسيمات السريعة. نقدر نظهر تفاصيل أكثر من باب أنه تكون طريقة الرسم أكثر سهولة. نرسم السهف النخلة وزعة. يبقى عندنا الأوراق ممكن غير لون. حتى يكون موضوع أكثر، يكون موضوع لوحة.
الخط. مجموعة نخيل بعيدة. بدينا بالقريب ثم البعيد هنا. الصورة من ناحية أصدقائي، إلى هنا انتهت حلقة اليوم. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، انتظرونا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.